صاحي هذا اليوم هو الشوط الخاص، الشوط الخاص بالثنايا الجعدان المحليات الأصايل، انطلاقة سليمة ورائعة، تحدي وإثارة في هذا اليوم، يوم كأس الكؤوس، يوم عمو اللي انتزعت الكأس المفتوح. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع ونباري مقدمة هذا الشوط، وأرى الاندفاع مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الصدارة والبداية، وأرى شاهين على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، خليفة بن سالم بن صقعة يتابع انطلاق الشاهين من البداية، الاندفاع المتميز، الاندفاع الذاتي الحاضر مع الأمتار الأولى. ننطلق مع المركز الثاني، وأرى هملول يأتي ثانيا لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد سالم بن سيف الخاصون المنصوري بانطلاقة هملول في ثاني المراكز، نور دور المركز الثالث. نتابع هملول من الجانب الآخر التابع لهجن الرئاسة بقيادة جريء المضمرين سعيد بن حمد بن دري الفلاحي، وعلى المركز الرابع أرى التحديات من لابق التابع لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير. من يتابع لابق في هذا الانطلاق الجميل، في هذا الانطلاق الرائع؟ ننطلق مع المركز الخامس، وأرى التدخل في هذه اللحظات من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم مطر بن محمد بن ضبيعة في انطلاقة شاهين في خامس المراكز، وعلى المركز السادس المرعوش لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم سالم بن حمد بن هيان العامري متابعا لهذه الانطلاقة الجميلة والرائعة سابع المراكز. أرى التقدم، أرى الانطلاق أيضا للعارض. نتابع العارض مشاهدينا متابعينا الكرام، من يتدخل في هذه اللحظات لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم يضمر خليفة بن خميس الغويص، يتابع انطلاقة العارض في سابع المراكز، وثامنا التقدم في هذه اللحظات لشاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري، من يتدخل على المركز الثامن. وتاسعا البصير، من ينطلق إلى المركز التاسع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وسالم بن فاران المري، يتابع انطلاقة البصير على المركز التاسع، عاشر المراكز. ننطلق في هذه اللحظات مع شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومحمد بن حلوة، ينطلق مشاهدينا متابعينا الكرام بشاهين في عاشر المراكز. هذه النتيجة، النداء الأول للعشر المراكز الأولى، الانطلاقات جميلة، التحديات رائعة. يا سلام يا سلام يا سلام، نتابع الصدارة، نتابع البداية ومقدمة هذا الشوط، شاهين على رأس الحربة، شاهين في مقدمة هذا الشوط، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة خليفة بن سالم بن صقعة كابتن المضمرين يقود هذه المجموعة وهذه الفئة بكل جدارة منذ البداية، وشاهين على الصدارة. ننطلق مع المركز الثاني كي أرى هملول لهجن الرئاسة بقيادة سعيد بن حمد بن دري الفلاحي، ولابق لبق لابق على المركز الثاني في هذه اللحظات، لابق التابع لهجن العاصفة بقيادة الوافق حمد بن راشد بن غدير. ننطلق مع المركز الرابع، نتابع هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد وبقيادة سالم بن سيف الخاصون المنصوري، يتابع انطلاقة هملول في رابع المراكز. خامسا من الجانب الآخر المرعوش بدأ يرتعش في خامس المراكز، وعينه على الصدارة. المرعوش لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة سالم بن حمد بن هيان العامري سفير المضمرين، أيضا ينطلق بالمرعوش في المركز الخامس. سادسا العارض،
لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم خليفة بن خميس الغويص، يتابع انطلاقة العارض في سادس المراكز سابعا التقدم في هذه اللحظات. نتابع 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 شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم مطر بن محمد بالضبيعة من يقود شاهين في سابع المراكز، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثامن بأرى أيضا شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري يعلن انطلاقة شاهين في ثامن المراكز. تاسعا وصل بصير وصل بصير إلى المركز التاسع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وبقيادة سالم بن فاران المري مضمر الباز صاحب البندقية في هذا الصباح الجميل. ننطلق مع المركز العاشر. نتابع عاشر المراكز وأرى شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم يتدخل أيضا في عاشر المراكز. محمد بن سعيد بن حلوة يقوده في عملية التضمير والمتابعة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الثاني للعشر المراكز الأولى. نعود بصدارة هذا الشوط، نتابع البداية والمقدمة ولبقلابك لبقلابق على الصدارة، لبقلابق على مقدمة هذا الشوط، لبق واشتعل وانتزع صدارة هذا الشوط. لابق التابع لهجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير من قاد عمو في الشوط المفتوح وقاد الدستور أيضا. يا سلام يا سلام يا سلام، مشكور على هذه الإنجازات وعلى التواصل، إنجازات عمو ودستور. يا سلام يا سلام يا سلام. نتابع المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام وأرى مربوش، أرى مربوش يتدخل على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة سالم بن حمد بن هيان العامري، ولكن العارض يعارض، العارض يعارض بالفعل. ينطلق إلى المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم خليفة بن خميس الغويص، يتابع 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 انطلاقة العارض على المركز الثاني. رابعا هملول التابع لهجن الرياسة وبقيادة سعيد بن حمد بن دري الفلاحي ينطلق في رابع المراكز. المركز الخامس وصل بصير وصل بصير، بصر وعين على مقدمة هذا الشوط، يبصر الصدارة يراغب الصدارة لبصير لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وبقيادة بقيادة الذهبي سالم بن فران المري. يا سلام مضمر الباز صاحب البندق، يا سلام الكوكبة رباعية بصدارة هذا الشوط. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات خامس المراكز وأرى هملول لهجن الرئاسة بقيادة سعيد بن حمد بن دري الفلاحي. المركز السادس نتابع سادس المراكز وأرى هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد سالم بن سيف الخاصون المنصوري، يتابع يتابع انطلاقة هملول في المركز السابع، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثامن بأرى التسلل في هذه اللحظات لشاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم مطر بن محمد بالضبيعة من يقود في هذا الانطلاق. يا سلام، ولكن أرى التسلل من ريبال من يتدخل في هذه اللحظات في أول نداء لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن سيب اللاحج، من يتابع انطلاقة ريبال في هذا الأداء المتميز في هذا الرقص الجميل. نكتفي بهذا القدر، نتابع الصدارة نتابع البداية. يا سلام يا سلام يا سلام، التحديات جميلة، الانطلاقات رائعة، والجو رياضي. 2 كيلومترات ما تبقى عن خط النهاية، بوابة المدرج. يا سلام، والمصير المصير المصير ايضا يتابع الصدارة يتابع المقدمة يا رب.
يراقب ويبصر ويبصر أيضا خط النهاية والمنصة الرئيسية لبصير على مقدمة هذا الشوط لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني سالم بن فاران المري يتابع لبصير، ولكن أرى اللي في المركز الثاني هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد سالم بن سيف الخاصون المنصوري يتابع انطلاقة هملول في ثاني المراكز، شاهين ياتي ثالثا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة مطر بن محمد بن ضبيعة ننطلق، ولكن التسللات الهجوم يا سلام ريبال يتسلل ريبال يعلن الانطلاق في هذه اللحظات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وبقيادة مطر بالسيب اللاحج. أرى التسلل المرعوش لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم يقود سفير المضمرين سالم بن حمد بن هيان العامري، ولكن العارض يعارض على ثالث المراكز لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة خليفة بن خميس الغوي. يا سلام بدت الامور تشتعل، بدا الرقص المبكر، بدت التحديات، بدت الانطلاقات، والبصير على الصداره، البصير على المقدمه. يا سلام يا سلام يا سلام، التحدي جميل، والمربع الذهبي يحتضن البصير، يحتضن العارض المرعوش وريبال. يا سلام، والبصير على الصداره، البصير على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام، التحديات جميلة والعارض قادم، العارض يعارض في ثاني المراكز، ولكن البصير انطلق تهانينا للمرة الثالثة، تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وللذهبي سالم بن فاران المري. سلام يا الدوحة، سلام يا الشحانية، سلام. أسعد الله صباحكم مع الأداء المتميز، وللمرة الثالثة في صباح هذا اليوم في رقص الثنايا لبصير على الصدارة، لبصير على مقدمة هذا الشوط بعد المسافة انطلق لبصير. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتهاني لسالم بن فاران المري. مشكور يا الذهبي على الأداء المتميز والتواصل والرقص في هذا الصباح. النقطة الثالثة لهذا الشعار، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. لحظات وصول البصير إلى خط النهاية، المركز الثاني المرعوش، العارض في ثاني المراكز سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم، المركز الثالث مرعوش لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، المركز الرابع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم، والمركز الخامس حتى المركز العاشر نحيلهن لأعضاء خط النهاية. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام بالتوقيت الزمني ولحظات وصول البصير إلى خط النهاية، يقطع مسافة 8 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها، هذه لحظات الوصول 13 دقيقة 10 ثواني 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتهاني للذهبي سالم بن فاران المري. بينما اللي وصل في المركز الثاني العارض يصل في ثاني المراكز 13 دقيقة 14 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم، والتهاني لخليفة بن خميس الغويص المرعوش يصل في ثالث المراكز 13 دقيقة 15 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم، والتهاني